نظمت اللجنة الوطنية لدعم وكالة غوث الأونروا وقفة احتجاجية وسلسلة بشرية تأكيدا على حق عودة اللاجئين واحتجاجا على تقليص مساعدة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من قبل المانحين والمجتمع الدولي وتأثيرها على مناحي الحياة في قطاع غزة. وطلب المشاركون في الوقفة مؤتمر المانحين في روما بالوقوف أمام مسؤولياتهم تجاه قضية اللاجئين. هذه رسالة قوية للإدارة الأمريكية والإسرائيل ولكل من يفكر في المجتمع الدولي بإنهاء قضية اللاجئين، أن قضية اللاجئين لن تنتهي. أونروا عنوان قضية اللاجئين لن تنتهي، سندافع عنها بأجسادنا وبأرواحنا، وستبقى قضية اللاجئين حية إلى أن يعودوا إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48. نقول لكل الدول المانحة التي تقدم المساعدات للشعب الفلسطيني بأن يقفوا على قدر، بأن يكونوا على قدر المسؤولية، وأن يقفوا وقفة عز وكرامة ضد مع الشعب الفلسطيني، لأنه يستحق كل الاحترام وكل التقدير منذ العقود التي يناضل بها الشعب الفلسطيني. رسالتنا اليوم إلى مؤتمر روما للمانحين، نقول لهم أن قضيتنا الفلسطينية وصلت إلى مأزق مأزوم بقرارات ترامب الأخيرة حول توقيف دعم الأونروا، حول قضية القدس. هاتان القضيتان هما القضيات المحورية الأساسية لقضيتنا الفلسطينية. معنا على الهاتف من غزة الأستاذ عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. أحييك أستاذ عدنان. أهلا وسهلا أستاذ عدنان. ما النتائج التي من الممكن أن نتوقعها لمؤتمر دعم الأونروا؟ هل من الممكن أن تنعكس هذه النتائج على الموقف الأمريكي الغير حيادي من المنظمة؟ نعم، الولايات المتحدة الأمريكية كانت مدعوة إلى هذا المؤتمر أيضا حتى تشاهد بنفسها ما الذي حدث في صالة انعقاد هذا المؤتمر أثناء الاجتماع. 90 دولة وممثليها تقريبا حضروا لهذا الاجتماع برئاسة مصر والأردن والسويد، وبحضور أيضا السيد الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الخارجية والأمن السيدة موغريني. الأهم في هذا الاجتماع كان التأييد السياسي الساحق لوجود الأونروا، لمهام الأونروا، ورأينا كيف أن السيد سامح شكري كان واضحا وقال أن أي اهتزاز لعمليات الأونروا سيهدد السلم الإقليمي في المنطقة. أيضا السيد الأمين العام للأمم المتحدة كرر نفس الكلام، وزير الخارجية الأردني والمتحدثين. بالنسبة للموضوع المالي، هي خطوة جيدة وبداية جيدة. نحن لدينا عجز 440 مليون دولار، اليوم كان هناك تبرعات ب 100 مليون دولار، والسيد المفوض العام بيير كريمبول قال في المؤتمر الصحفي بأن هناك بعض الدول التي قالت أنها ستتبرع ولكنها لم تفصح في أثناء المؤتمر عن حجم هذه التبرعات. هذا يعني حتى اللحظة أن لدينا تمويل يكفينا حتى منتصف الصيف تقريبا، ولكن نحن نواصل الحراك والاتصالات، وسيتم تقديم تقرير للأمين العام للأمم المتحدة السيد غوتيريس بعد حوالي شهرين من الآن عن نتائج الاتصالات مع الدونر، مع المانحين أقصد. شكرا جزيلا لوجودك معنا من غزة الأستاذ عدنان أبو حسن، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.